مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم مجددا في تتمة تمارين الدرس الرابع إذا سنشتغل في هذه الحصة على الصفحة رقم 22 التمرين رقم 11 قالت إناس إيه أحد هذه الأعداد أحد هذه الأعداد يساوي جداء العددين الآخرين يعني واحد في هذه الأعداد كيساوي الجداء ديال جوج اللي بقاو أتأكد بوضع كل عدد في المكان المناسب غادي نتأكد بوضع كل عدد في المكان المناسب فعندنا خمسمية وعشرين مئة وأربعة خمسة فالجداء غادي يكون كبير يعني العدد الكبير غادي يساوي الجداء ديال الأعداد اللي صغار العدد الكبير هنا شكون هو هو خمسمائة وعشرون يعني هو اللي غادي يكون الجداء بقات 104 و5 اذا غادي نديرو 104 رقم المئات واحد رقم العشرات صفر رقم الوحدات أربعة في خمسة خمسة نكتبوه في رقم الوحدات وغادي نتأكدو خمسة في أربعة عشرون كتبو صفر وأحتفظو 2 خمسة في صفر قلنا صفر زائد اثنان اثنان خمسة في واحد خمسة إذا ما قالته إناث صحيح جداء ديال مئة وأربعة وخمسة كيعطينا خمسة مئة وعشرون إذا جداء العددين مئة وأربعة وخمسة يساوي العدد الآخر اللي هو خمسة مئة وعشرون التمرين رقم اثنا عشر أنجز العمليات في دفتري ثم أكتب كل جداء في البطاقة المناسبة إذا غادي ننجزو العمليات في الدفتر ثم غادي نكتبو كل جداء في البطاقة المناسبة نبدأ بالجداء الأول خمسة وسبعون في ماذا في أربعة مرة أخرى غادي الفيديو كل واحد غادي ينجز العملية بمفرده ثم يرجع يتأكد من الجواب إذا أربعة في خمسة عشرون اكتبوا صفر احتفظوا بإثنان أربعة في سبعة ثمانية وعشرون والإثنان ثلاثة إذا ثلاث مئة ثم العملية الثانية مئة وتسعة وخمسون في خمسة كنديرو خمسة في تسعة خمسة في تسعة خمسة وأربعة كتبوا خمسة ب بأربعة خمسة في خمسة خمسة وعشرون والأربعة خمسة وعشرون زائد أربعة تسعة وعشرون كتبوا تسعة واحتفظوا بإثنان خمسة في واحد خمسة والإثنان خمسة زائد إثنان سبعة سبعمائة وخمسة وتسعون ثم العملية الثالثة مائة وثمانية وثلاثون وثمانية وثلاثون في ماذا في ستة ستة في ثمانية ثمانية وأربعون ستة في ثلاثة ثمانية عشر ثمانية عشر زائد أربعة اثنان وعشرون اكتبوا اثنان واحتفظوا باثنان ثم ستة في واحد ستة والاثنان ثمانية إذن ثمانمائة وثمانية وعشرون دابا غادي نحطو هاد الاعداد هادو يعني الجداءات اللي لقينا غادي نحطوهم في هاد البطاقات فكنلاحظو هاد السهم هذا طالع للفوق شنو كيعني كي كيعني اننا غادي نبداو من العدد الاصغر وحنا طالعين يعني من الاصغر الى الاكبر حنا غاديين وحنا كنطلعو يعني من الاصغر حتى الاكبر اصغر عدد هنا فملي كنبغيو نقارنوا الاعداد فشنو كنديرو كنقارنوا اولا عدد الارقام شنو هما الارقام هذا رقم هذا رقم هذا رقم هذا رقم هذا رقم هذا رقم يعني هادو ارقام كنقارنوا العدد ديال الارقام كنحسبوا واحد جوج ثلاثة هذا فيه ثلاثة واحد جوج ثلاثة حتى هذا ثلاثة هذا واحد جوج ثلاثة ثلاثة اذا متساويين في الارقام متساويين في الارقام شنو غادي نديرو ملي متساويين في الارقام غادي نبداو من اليسار كنبداو من اليسار ها هو اليسار 3 سبعة، ثمانية كنبداو من اليسار وكنبقاو نقارنوا الارقام رقم برقم ثلاثة، سبعة، ثمانية شكون اللي صغر فيهم 3 اذا 300 هو الاصغر نكتبوه شكون اللي تابعو هذا صافي كتبناه باش ما سبعة، ثمانية، 8 شكون اللي صغير سبعة ولا 8 7 ونكتبو 700 و شكون اللي ثمان 828 وعشرون نمر إلى التمرين رقم ثلاثة عشر أنجز العمليات في دفتري دائما غادي العمليات في الدفتر ثم أكتب كل جداء في المكان المناسب من الشبكة بعد ذلك سنكتب كل جداء في الشبكة هذه باء جيم الف نبدأ بالعمليه الاولى اذا اشنو غادي نديرو غادي الفيديو وكل واحد غادي يخدم العمليه بمفرده أربعة وخمسون في ستة إذا ستة في أربعة أربعة وعشرون 4 أربعة واحتفظوا بإثنان ستة في خمسة ثلاثون والإثنان إثنان وثلاثون العملية الأولى العملية الثانية باء ثلاثة وستون في سبعة سبعة في ثلاثة واحد وعشرون اكتبوا واحد واحتفظوا دبي اثنان سبعة في ستة اثنان وأربعون والاثنان أربعة وأربعون ثم مئة وأربعة في ثلاثة ثلاثة في أربعة اثنا عشر اكتبوا اثنان احتفظوا بواحد ثلاثة في صفر صفر والواحد واحد ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة مئتين و اثناعشر دابا نجيو الأولى ألف إذا ألف غادي نكتبو ثلاث مئتين وأربعة وعشرون ثلاث وأربعة وعشرون باء وواحد وأربعون أربعة وواحد وأربعون أربعة ثم ج تلاتمائتين وإثنا عشر تلاتمائتين وإثنا عشر وحنا حطينا الأعداد في الشبكة التمرين رقم أربعة عشر قال فوفانا الرقم السري لمفتاح الخزنة هو جداء عدد الأزهار وعدد النجوم أحسب في دفتري وأكتب الرقم السري على البطاقة ففوفانا قال بأن المفتاح ديال هاد الخزنة هاد الخزنة هادي فيها شي حاجة وسط منها فالمفتاح ديالها باش نعرفو المفتاح ديالها كيخصنا نديرو الجداء ديال عدد الأزهار وعدد النجوم يعني خصنا نحسبو عدد الأزهار ونضربوهم في عدد النجوم باش نلقاو المفتاح باش نلقاو الرقم السري ديال المفتاح اولا غادي عدد الازهار اذا غادي عدد الازهار نبداو واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر, ستة عشر، سبعة عشر زهرة إذا لقينا سبعة عشر زهرة غادي ربما نساو شي وحدة ولا ربما نعاودو شي وحدة جوج المرات غادي نعاودو نبداو من هنا هاد المرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حدا عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر إذا عدد الأزهار هو هذاك دابا سبعة عشر في في ماذا؟ فعدد النجوم عدد النجوم النجوم كيبانو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعاودهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا سبعة عشر في سبعة غادي توقفوا الفيديو مرة أخرى كل واحد غادي ينجز العملية ثم غادي ترجع من الجواب سبعة في سبعة تسعة وأربعون اكتبوا تسعة واحتفظوا بأربعة سبعة في واحد سبعة والأربعة إحدى عشر إذا الرقم السري لمفتاح الخزنة هو مئة وتسعة عشر نكتبو هنا مئة وتسعة عشر لكزيرسيس كنز جو بوز إي جي فيكتو وأنجز ثلاثة وأربعون كاغون تغوى كاغون تغوى فوا في سبعة فوا ست كارون تغوى فوا ست إذن غادي نبدأ بسبعة ست فوا تغوى سبعة في ثلاثة واحد وعشرون أكتب واحد احتفظ بإثناني سبعه في اربعه ثمانيه وعشرون والاثنان ثلاثون اذا الجداء الاول تغوى صنعان تغوى مئه وواحد ثم العمليه الثانيه سته وخمسون سيس فوا نف سانكونت سيس تسعة في ستة تسعة في ستة يساوي أربعة وخمسون أكتب أربعة أحتفظ بخمسة ثم تسعة في خمسة خمسة زائد خمسة خمسون أكتبها كاملة سانسون سانسون كاتر واربعة التمرين رقم ستة عشر يشتمل أحد القطارات على سبع عربات تتسع كل منها لستة واربعون راكبا يعني أحد القطارات واحد القطار كي تكون من سبعة ديال العربات ديالنا غادي نديرو واحد التمثيل ديال القطار لأن هذا هو القطار فكي تكون من سبعة ديال العربات العربة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة والسابعة لأن هذا هو القطار فكي تكون من سبعة ديال العربات كل عربة تتسع ل 46 راكبا يعني هذه العربة 46 واحد ممكن نركب فيها ثم هذه العربة 46 كذلك هذه العربة 46 يعني كلهم 46 راكب وسبع عربات وسبعة ديال العربات أخرى يعني تكملة ديال القطار غادي نزيدو سبعة ديال العربات أخرى كل عربة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كل عربة كتهز ربعة وخمسين راكب هنا عوتاني ربعة وخمسين ربعة وخمسين ربعة وخمسين ربعة وخمسين كلهم ربعة وخمسين يعني سبعة كيهزو ستة وربعين وسبعة كيهزو ربعة وخمسين السؤال أحسب أكبر عدد من المسافرين الذين يمكن نقلهم على متن القطار في رحلة واحدة يعني شنو هو اكبر عدد ديال المسافرين يمكن يهزهم هذا القطار هذا في رحله واحده يعني في رحله واحده مره واحده غادي يمشي شحال ممكن يهز اكبر عدد ديال المسافرين فعندنا سبعه ديال العربات يعني هذه العربات كلهم غادي يعمرو الا عمروا كلهم كل وحده غادي يكون فيها 46 بمعنى 46 شحال من مره كتعاود 46 46 سبعه ديال المرات يعني 46 في 7 ها هما هادو اللي غادي يركبوا في العربات الاولى يعني دوك السبعه ديال العربات اللي كيهزو 46 بالنسبه للعربات اللي فيهم 54 اللي كيهزو 54 حتى هما غادي يعمروا 54 54 54 54 سبعه ديال المرات بمعنى 54 كتعاود كذلك سبعة ديال المرات نحسبوا العملية الأولى يعني العربات السبعة الأولين إلى عمرو كلهم شحال غادي يكون فيهم ديال ديال المسافرين سبعة في ستة اثنان وأربعة مكتوب اثنان واحتفظوا بأربعة سبعة في أربعة ثمانية وعشرون والأربعة ثمانية وعشرون زائد أربعة اثنان وثلاثون إذا السبعة ديال العربات الأولين إلى عمرو كلهم غادي تكون فيهم تلتمية وعشرين مسافر سبعة ديال العربات الاخرين سبعة في أربعة ثمانية وعشرون كتبوا ثمانية واحتفظوا بإثنان سبعة في خمسة خمسة وثلاثون والإثنان سبعة وثلاثون مية وثمانية وسبعين مسافر إلى عمره هاد العربات كلهم فهاد القطار عمر كله سبعة ديال العربات الأول والثانيين شحال غادي يكونوا المسافرين شنو غنديرو غادي نديرو هادشي اللي لقينا ديال المسافرين فهاد العربات زائد داكشي القنا لقينا ديال المسافرين في هاد العربة التانيين إذا غنديرو تلاتمية وإثنان وعشرون زائد تلاتمية وثمانية وسبعون غادي توقفو الفيديو مرة أخرى وكل واحد غادي ينجز العملية ثم غادي يرجع يتأكد من العملية والصحة إثنان زائد ثمانية عشرة كتبو صفر تفيدو بإثنان سبعة زائد إثنان زائد واحد عشرة تكتب صفر واحتفظ بواحد ثلاثة زائد ثلاثة ستة والواحد سبعة إذا أكبر عدد من المسافرين يمكن نقلهم على متن القطار سبعمائة مسافر هو أكبر عدد من المسافرين يمكن نقلهم على متن القطار في رحله واحده